نشرت ذا ناشونال انترست الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي في تعزيز أسطوله من الطائرات المقاتلة، وذلك من خلال جهود الشراء من الخارج والتطوير المحلي والدعم الغربي المستمر. فمنذ الستينيات من القرن الماضي لعب سلاح الجو الإسرائيلي دوراً مركزياً في الحروب التي خاضتها البلاد، وقد زود الجيش الإسرائيلي بتفوق كبير في ساحة المعركة. وفي نفس الوقت أظهرت القوات الجوية الإسرائيلية انتشارها الاستراتيجي من خلال قيامها بالهجوم على أهداف مهمة من مسافات كبيرة كما حصل مع المفاعل النووي العراقي، حيث زودتها الولايات المتحدة وبريطانيا وباقي الدول الأوروبية بأحدث الأسلحة. ويرى المراقبون أن هيمنة سلاح الجو الإسرائيلي جاءت بعد التدريب الفعال وضعف الخصوم العرب، واتباع نهجا مرنا في تصميم وشراء المعدات العسكريه والدعم الغربي اللامتناهي المعلن والسري. فعلى مر السنين، جربت القوات الجويه الاسرائيليه استراتيجيات مختلفه لدعم سلاح الجو بالطائرات المقاتله. بما في ذلك ومنذ البدايه، شراء هذه المقاتلات من فرنسا ومن الولايات المتحده، وكذلك قيامهم بتصنيع الطائرات بانفسهم. ويبدو أن القوات الجوية الإسرائيلية استقرت على مزيج من شراء المقاتلات من الولايات المتحدة والصناعة المحلية. ففي السنوات الأولى من قيامها اشترت إسرائيل ما تستطيع من الأسلحة من أي دولة مصنعة كانت تنجح في الوصول إليها، وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي غالبا ما كان يستخدم معدات عسكرية من الطرز القديمة معظمها من الدول الأوروبية ومن مخلفات الحرب العالمية الثانية. وفي نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، كانت إسرائيل قد أمنت علاقاتها لنقل الأسلحة مع العديد من البلدان، وأبرزها بريطانيا وفرنسا، وازدهرت العلاقات الفرنسية الإسرائيلية في النهاية مما أدى إلى نقل معدات عسكرية عالية التقنية إلى إسرائيل، بما في ذلك مقاتلات الميراج، وكذلك المساعدة التقنية الكبيرة لبرنامج إسرائيل النووي. وشكلت طائرات الميراج الفرنسية نواة السلاح الجوي الإسرائيلي في حرب الأيام الستة عام 1967 التي دمرت فيها إسرائيل بشكل كبير القوات الجوية للدول العربية المنخرطة في الحرب خلال الساعات الأولى. بيد أنه عام 1967 أيضًا فرضت فرنسا حظرًا على بيع الأسلحة إلى إسرائيل، مما ترك تل أبيب في مأزق في ظل حاجة الجيش إلى مزيد من الطائرات المقاتلة. وسعيه ايضا الى الحصول على قدرات لم تتمكن الميراج من توفيرها في تلك المعركه بما في ذلك الهجوم الارضي والطيران متوسط المدى. ولذلك تبنى الاسرائيليون استراتيجيه قديمه تتمثل ببساطه بسرقه ما يحتاج اليه الجيش ولاستكمال هياكل طائراتهم الفرنسيه والحاجه المستمره للصيانه. هنا حصل الاسرائيليون على مخططات تقنيه للميراج من خلال عمليات الموساد والتجسس كما تقول الحكومة الإسرائيلية ولكن هنالك شكوكا كبيرة في أن فرنسا سلمتهم هذه المخططات ونتج عن المشروع إنتاج مقاتلتان هما الإسرائيلي إيروسبيس إندستريز نشير وكذلك الإسرائيلي إيروسبيس إندستريز كفير وصممت الكفير بمحركات أمريكية أكثر قوة من المحركات الفرنسية وخدمت لفتره من الوقت كالمقاتله الرئيسيه في سلاح الجو الاسرائيلي. وتم تصدير كلتا الطائرتين حيث خدمت مقاتله النشر في سلاح الجو الارجنتيني فيما خدمت لكفير في سلاح الجو في كولومبيا والاكوادور وسريلانكا. وساعد الاستثمار المالي المكثف في دفع عجله تنميه قطاع سلاح الجو الاسرائيلي، مع ما ترتب على ذلك من اثار كبيره على بقيه الاقتصاد الاسرائيلي. ورغم ان الاستثمار الضخم في التطور التكنولوجي العسكري لا يدفع دائما نحو ابتكارات اوسع في مجال التكنولوجيا المدنيه، ولكن في هذه الحاله وفر الاستثمار الحكومي الاسرائيلي ركيزه اساسيه للتطوير المبكر لقطاع التكنولوجيا المدنيه في الدوله اضافه الى التكنولوجيا العسكريه. فبالنسبه للكثير من المراقبين اوحى النجاح الذي حققته مقاتله الكفير ان اسرائيل يمكن ان تقف بذاتها في مجال تكنولوجيا الطائرات. مما ألغى الحاجة إلى الاعتماد على راعٍ أجنبي وبصورة مباشرة ومع ذلك واصلت إسرائيل الاستثمار بكثافة في الطائرات الأجنبية حيث بدأ الجيش الإسرائيلي في شراء المقاتلات الأمريكية من طراز F-4 Phantoms في أواخر الستينيات وطراز F-15 في منتصف السبعينيات وخلق شراء مقاتلات F-15 أزمة سياسية في إسرائيل حيث وصلت الطائرات الأربع الأولى في بداية السبت اليهودي أو ما يسمى بالسبث وأدى ذلك جداله إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء إسحاق رابين في تلك الفترة فإسرائيل ترتكز على العمل الديني والعمل العسكري والاقتصادي في حربها مع المحيط العربي وقد اعتقد الكثيرون في اسرائيل الذين ما زالوا مدفوعين بالنجاح النسبي الذي حققته مقاتله الكفير في الامل نحو مواصله تطوير قطاع التكنولوجيا العاليه في اسرائيل ان بامكان اسرائيل ان تطمح في تطوير مقاتله خاصه بها. هنا بدا العمل على تطوير مقاتله اللافي للخدمه الاسرائيليه وعلى غرار نظراء في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده اعتقد سلاح الجو الاسرائيلي ان مزيجا من المقاتلات التي تطير على ارتفاعات عاليه ومنخفضة سوف يلبي احتياجاتها على أفضل وجه وقد أدى هذا إلى تطوير مقاتلة اللافي التي تشبه المقاتلة الأوروبية التايفون وهي مقاتلة خفيفة الوزن متعددة الأدوار تكمل أسطول مقاتلات الأف 15 التي وصلت إسرائيل وقد سدت مقاتلة اللافي الشاغرة الذي جاءت في نهاية المطاف مقاتلة الاف F-16 فايبر الأمريكية لماله وقد صممت اللافي ببعض الأنظمة التي أنتجت محليا في إسرائيل كما أنها تشابه في التصميم الخارجي مقاتلة الاف F-16 لكن بتصميم مختلف للجناح وقد تطلب تطوير اللافي من نقطة الصفر استثمارا هائلا من الدولة للطائرة التي تتمتع بمزايا هامشية كما يقول الخبراء مقارنة بالمقاتلة الأمريكية الـ F-16 والتي تقوم بنفس أدوار اللافي علاوة على ذلك، أخذت الولايات المتحدة ضوابط التصدير بجدية أكبر بكثير من فرنسا، فعلى الرغم من التفاؤل الإسرائيلي الأولي بشأن آفاق تصدير لافي إلى بعض الدول، سرعان ما أصبح واضحا للإسرائيليين أن الولايات المتحدة لن تسمح بتصدير واسع النطاق لمقاتلة تضمنت مكونات أمريكية مهمة، ومما فاقم المعضلة أن المقاتلة الإسرائيلية كان من الممكن أن تنافس الـ f 16 مباشرة. وفي أغسطس عام 1987 أجهض مجلس الوزراء الإسرائيلي مشروع تطوير اللافي، واشترت إسرائيل في النهاية عددًا كبيرًا من الـ F-16. ورغم إلغاء مشروع تطوير اللافي إلا أنها ساهمت في إعطاء الثقة لإسرائيل في صناعتها الجوية. وبنفس الوقت ساهمت هذه الطائرة في تقليل آفاق تصدير المقاتلة الأمريكية الـ F-22 رابتر إلى إسرائيل، لأن الولايات المتحدة أيقنت أن إسرائيل قد أعطت تقنية اللافي وبالتالي تقنية الـ F-16 إلى الصين، حيث طورت الصين استنادا إلى المعلومات التي استلمتها من إسرائيل طائرة الجي 10، وبالفعل أصدر الكونغرس الأمريكي قرارا يحظر فيه تصدير مقاتلة الـ F-22. وقد منع هذا القرار الأمريكي إسرائيل والعديد من الدول الأخرى المهتمة بالحصول على الرابتر، وما لا شك فيه أنه قلص من العمر الإنتاجي الإجمالي للمقاتلة الأمريكية. وبدلاً من مواصلة السعي إلى تطوير مقاتلة خاصة بها، فضلت إسرائيل مؤخراً تعديل الطائرات التي اشترتها من الولايات المتحدة على نطاق واسع. فمؤخراً تم إخضاع كل من الثندر F-15I وال F-16I Storm إلى تحديثات كبيرة لتحسينها للخدمة الإسرائيلية وإطالة عمر الطائرات. فقد تم زيادة المدى لكلتا الطائرتين فضلاً عن تحسين إلكترونيات الطيران ومكن هذا الجيش الإسرائيلي من القتال بفعالية على مسافات أكبر من قواعده وتعد الاف F-15I إحدى إصدارات الأف F-15E سترايك إيجل وهي من أهم منصات الهجوم الأرضي بعيدة المدى لدى سلاح الجو الإسرائيلي اليوم وعادت الولايات المتحدة من جديد لتصدير التكنولوجيا الشبحية لإسرائيل واتخذت القوات الجوية الإسرائيلية خطوات لجعل الـ F-35 جوينت سترايك فايتر اكثر ملائمة للخدمة الإسرائيلية بما في ذلك تعديلات البرامج المتقدمة فعلى الرغم من عدم وجود مشروع رئيسيا لتطوير مقاتلة إسرائيلية الا ان القطاع الجوي الإسرائيلي بما في ذلك شركة صناعة الفضاء الإسرائيلية الآي يواصل تطوير وتصدير المعدات العسكرية للاستخدام المحلي وكذلك للتصدير بما في ذلك الذخيرة وإلكترونيات الطيران ويرى المحللون أن استراتيجية إسرائيل الحالية للقوة الجوية تعتمد بشكل أساسي على علاقتها بالولايات المتحدة خاصة من حيث توفر المنصات والطائرات المقاتلة وفي التطور التكنولوجي المتبادل المستمر وهذه العلاقات من القوة بحيث سمحت الولايات المتحدة الأمريكية للقوات الجوية الإسرائيلية بتطوير طائرات F-35 إلى F-35I Adair لتلائم متطلبات المعركه في الشرق الاوسط